موجز الأنباء من أون لايف، أهلا ومرحبا بكم. نبدأ من القاهرة، الذي وجه رئيس عبد الفتاح السيسي كل أجهزة الدولة والمسؤولين المعنيين بمتابعة تطورات حادث تصادم قطاري ركاب الذي وقع في وقت سابق من الجمعة بالقرب من منطقة خرشد بمحافظة الأسكندرية. وأمر رئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل فرق عمل للتحقيق في ملابسات الحادث والتعرف على أسبابه ومحاسبة المسؤولين عنه. وأعرب رئيس الجمهورية عن بالغ الأسف وخالص تعازيه لأهالي الضحايا، مؤكدا على أن الدولة ستسخر كل إمكاناتها لتوفير الرعاية الكاملة للمصابين جراء الحادث الأليم الذي أسفر عن وفاة وإصابة عدد من المواطنين. كان المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور خالد مجاهد قد صرح لأون لايف أن عدد الوفيات في حادث قطاري الأسكندرية وصل إلى 40 حالة. وقالت وزارة الصحة إن عدد الإصابات بلغ 128 نتيجة تصادم بين قطارين، أحدهما كان قادما من القاهرة والآخر كان في طريقه من بورسعيد إلى الأسكندرية. أعلنت القوات المسلحة الإماراتية استشهاد 4 من جنودها في اليمن، حيث ارتطمت طائرتهم الهليكوبتر بالأرض أثناء هبوطها اضطراريا بعد إصابتها بخلل فني. وفي العاصمة الكينية نيروبي، أطلقت الشرطة الكينية قنابل الغاز المسيل للدموع لاحتواء احتجاجات كانت قد اندلعت عقب إعلان مفوضية الانتخابات فوز الرئيس أوهورو كينياتا بولاية ثانية مدتها 5 سنوات. قالت تقارير صحفية إن 23 من عناصر المعارضة السورية المسلحة لقوا مصرعهم وأصيب العشرات بجروح إثر وقوع انفجار ببلدة نصيب الواقع على الحدود الأردنية السورية. وفي مدينة ليما عاصمة بيرو، قال متحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية إن بلاده اتخذت قرارا بطرد سفير فنزويلا لديها احتجاجا على ما وصفه بمخالفة القواعد الديمقراطية بإقرار جمعية تأسيسية جديدة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.